معي من الغوطة الشرقية براء عبد الرحمن الناشط الإعلامي. مساء الخير، أهلا بك معنا براء. نتحدث إذن عن موجة نزوح كبيرة من عين ترمة. بداية، لو تضعنا في وضع الوضع هناك والخسائر التي نتحدث عنها، إن كان هناك أي تحديث لها. نعم، مساء الخير سيدتي. فعلا قام الثوار في عين ترمة وحي جبر الدمشقي بصد أكبر هجمة للنظام خلال الساعات الماضية القليلة لليوم 30 على التوالي. منذ شهر كامل هذه الحملة المستمرة المسعورة من قبل قوات النظام، بالإضافة للميليشيات الأجنبية الشيعية التي تقاتل لجانب النظام، قام الثوار والجيش الحر بصد جميع هذه الهجمات. وتحديدا اليوم قام الثوار بتفجير، أو خلال 24 ساعة الماضية قام الثوار بتفجير أحد أكبر الكتل الأبنية التي سيطر عليها قوات النظام، وقاموا بصنع كمائن وتفجير وحفر أنفاق تحت هذه الأبنية، ومن ثم قاموا بتفجيرها بعد دخول قوات النظام، مما أدى لمقتل ما يزيد عن 20 عنصر لقوات النظام وجرح عدد آخرين. حقيقة يوجد هناك قصف عنيف جدا يسمع لأرجاء الغوطة الشرقية. قبل قليل كنا نسمع الأصوات، أصوات صواريخ المحلية الصنع التي يطلق عليها النظام اسم الفيل، وهي تزن أكثر من 500 كيلوغرام من المتفجرات. يقوم النظام بإطلاق هذه الصواريخ على الأبنية السكنية مستهدفا الأطفال والنساء في بلدة عين ترمة في الغوطة الشرقية، بعد عجزه عن اختراق هذه البلدة المطلة على حي جوبر الدمشقي، والتي يعني تحتل موقعا جغرافيا استراتيجيا هاما. هناك فعلا حالة من النزوح مستمرة بين الأهالي، يتوافد الأهالي إلى بعض مناطق نعم تفضلي سيدتي. لعربين وصقبة ومناطق بالغوطة، صحيح؟ نعم، يعني القصف أقل وتيرة في المناطق، في مناطق الغوطة الشرقية، طيب. على عربين، على سقبة، على دومة. قبل قليل كانت هناك عشرات القذائف تنهال على الأبنية السكنية وعلى طيب براء، محيط البلدة، وأيضا كانت هناك محاولة اقتحام على جبهة أسرات هل دمشق أمس نتحدث الدولي. عن أي ضحايا نتحدث عنهم بموضوع عين ترمة والتصعيد هناك، غير الضحايا اللي تحدثنا عنهم، قتلى إن كان قتلى النظام أو من المعارضة المسلحة؟ يعني حقيقة بعد اتفاقية تخفيض التصعيد لم تتوقف محاولة النظام باقتحامه على جبهة جوبر الدمشقي ولا على جبهة عين ترمة ولا حتى قبل قليل على جبهة أسترات دمشق حمص الدولي من جهة شمال مدينة دوما، لكن ربما كانت يعني وتيرة القصف أخف على المناطق السكنية في كل من دوما أو سقبة أو عربين. كانت هناك يعني نتيجة القصف أخف نوعا ما نسبيا من الأيام السابقة، لكن هناك قصف اليوم كان مستمر على عربين، على زملكة، على دوما، وكان هناك أيضا ضحايا بين صفوف المدنيين. ربما كان هناك شهيدين، وحوالي الحصيلة الأخيرة يعني 12 جريحا. عن أي عدد نتحدث داخل عين ترمة براء؟ يعني يبدو أنه العدد كبير جدا، يعني نتحدث عن آلاف ممن نازحوا. بكل تأكيد يعني بدت عين ترمة بعد يعني هجمات النظام المستمرة والقصف على حي جوبر، معظم أهالي حي جوبر الدمشقي خلال السنوات الماضية نزحوا بأعداد كبيرة جدا إلى بلدة عين ترمة التي كانت يعني لا تتعرض للهجمات حينما كانت تتعرض لها حي جوبر الدمشقي. الآن الهجوم الواسع على حي جوبر الدمشقي وعلى بلدة عين ترمة أدى لنزوح ما يزيد عن 4000 عائلة خلال الأيام الماضية القليلة، وما زالت هناك آلاف العوائل تتوافد لبعض داخل عين الغوطة ترمة. الشرقية لبعض المناطق التي لا تتعرض للقصف كما هو حال الجبهات. داخل عين ترمة نتحدث عن أي رقم تقريبي؟ هناك ما يزيد عن 10000 عائلة الآن في عين ترمة، تم يعني نزوح 4000 عائلة، وما زال باقي واضح. العدد يحاول النزوح تحت وطأة القصف شكرا المستمر جزيلا على لك عين من ترمة. الغوطة الشرقية براء عبد الرحمن الناشط الإعلامي.